بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ده حضراتكم نخل برحي فسايل طرحة هيت ما شاء الله، وده العقد بتاعها، هي من تحت الأم لسه جايبينها هيت، هنعملها بنت جورة. فسايل برحي زي ما حضراتكم شايفينه ما شاء الله، دي فسيلة وده العقد بتاعها ما شاء الله. تمام، ده هي الفسايل. طبعا احنا دورناها في قصاري 60 القصرية دي حضراتكم، بنعمل خلطة من الرمل والتراب، نحطش فيها سباخ عشان ما يحصلش فيها عفان جذور، وبنبدأ نزرعها بالشكل ده في مكان مظلل بحيث ان يحدث عملية تجدير. بعد ما بتجدر وتشتغل بنبدأ ننقلها في مكان مستدام. اهو حضراتكم هي الفسيل ما شاء الله فرحة. هنا اهوت يا جماعة فسيل ما شاء الله، جايبة فسيل تانية، ودي أحجام مناسبة للزراعة. تمام، والأمهات موجودة اللي احنا فاصلين منها، أغلبها في في صبايا، يعني في واحدة هنا جايبة اتنين، جايبة صبتين، أدي صباطة وأدى التاني ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبهم، واحنا تحت أمركم في توفير أي كمية فسايل برحي أو مجدول بأمر الله. طبعا عملية تجذير الفسايل دي عملية مهمة بحيث إن بيتم وضعها تحت ظروف مناسبة ورعاية خاصة بحيث يحدث تجذير كامل، تبقى نسبة النجاح عالية. احنا قدرنا فسايل قبل كده كميات كبيرة الحمد لله، نسبة النجاح كانت بتوصل معنا 96 و97%. طبعا فسائل مضمونة 100%، نوفر الفسائل هي بأي كمية إن شاء الله من المزارع. حضرتك بتيجي نوريك المزرعة وبنفصل لك الفسائل وبنديها لك علشان محدش يضحك عليك، ما تاخدش فسائل مجهولة المصدر. احنا اي عميل بيجي معانا بنوري له الام وبنفصلها قدامه، وبعد كده بنقدرها له تحت عينيه. غير كده ممكن انت تكون معرض للنصب او ان حد يدخل لك اي فسايل في النص بحيث ان انت يعني يغشك، وطبعا ما يعرفش الفسيله البرحي من المجدول من السماني الحياني اي صنف زغلول الا اذا كان متخصص. فطبعا ما تسمحش ان حد يبيع لك اي فسائل الا اذا وراك الامهات بتاعتها، بحيث يوريك الامهات المضمونة، ام مثمرة جودة عالية في الاسمار برحي مطابق للصنف، خلاص في الحالة دي تاخد بقلب جامد. تمام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل معنا 012 7 1933 9